السلام عليك سيدي رسول الله، السلام عليك سيدي رسول الله، السلام عليك سيدي رسول الله. ولو أذنت به عرب وعجم جعلت فداهما بلغوه وزنا. وإذا ذكروا الخليل فذا حبيب عليه الله في القرآن أسنى. وإذا ذكروا نجي الطور فاذكروا نجي العرش مفتقرا لتغنى. وإن الله كلم ذاك وحيا وكلم ذا مخاطبة وأسنى. ولو قابلت لفظا لم تراني لما كذب الفؤاد فهمت معنى. فموسى خر مخشيا عليه وأحمد لم يكن ليذيغ ذهنا. وإذا ذكروا سليمان بملك فحاذ بها الكنوذ فقد عرضنا. بضحاء مكة ذهبا أباها يبيد الملك واللذات تفنى. وإن يك درع لداود لبوس تقيه من اتقاء البأس حصنا. فدرع محمد القرآن لما تلا الله يعصمك اطمأن. وأغرق قومه في الأرض نوح بدعوة ربي لا تذر أحدا فأفنى. ودعوة أحمد رب اهد قومي فإنهم لا يعلمون كما علمنا. وكل الأنبياء وكل المرسلين تقول نفسي وأحمد أمتي إنسا وجنا. وكل الأنبياء بدور هدى وأنت الشمس أكملهم وأهدى. كأنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم. حتى إذا طلعت في الأفق عما هداها العالمين وأحيا سائر الأمم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا روح الوجود. اللهم صل وسلم عليك يا سر الوجود. اللهم صل وسلم عليك يا نور الوجود. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين صلاة تملأ السماوات والأراضين وتملأ أركان عرشك يا كريم. صلاة لا يسعها مكان ولا يحجبها زمان. صلاة دائمة أبدية سرمدية إلى يوم أن نلقاك فيه. إلى حبيبك ومصطفاك صلى الله عليه وسلم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات. الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم. وكما نبلغك يا سيدي يا رسول الله لكل من سألنا وطلب منا وأصحاب الحقوق علينا وإخواننا في الله جميعا يبلغوك السلام. فالسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، فالسلام عليك سيدي يا رسول الله، السلام عليك سيدي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الأبرار وصحابتك الغر الميامين. والحمد لله رب العالمين.